هاي مبعوتة لخالي سناء، بس يا ترى ليش لحتى أمي تكتب لها رسالة؟ سناء خانو، هذا السر سيبقى بيننا حتى الموت، والآن إذا طارق يا ربي مشقوقة لك مالي، شو هالسر يلي ممكن يكون بين أمي وخالي سناء؟ بعدين أمي من وين بتعرفها؟ في شي غريب عن جد؟ بس ليش أمي كتبت لها وما عطتها إياها؟ هي الرسالة مكتوبة من 84، لما وقتها كان عمري 6 سنين. معقولة بتعرفها من هداك الوقت لخالي سناء؟ يا ربي شو السر اللي بيناتهم؟ أمي كأنه ما في حدا جاي. لا تخافي هلأ بيجوا، ما عنا حل غير إنه نستناهن. كيف بدك تروحي لعندهم تعدي بيناتهم؟ مفكرة ما رح يعرفوكي؟ ليكي هلأ متى ما حطيته على وشي إن شاء الله ما حدا بيعرفني. أمي شو هدو؟ والله كل اللي عم تعمليه غلط. طيب قليلي، حسبت حساب إذا الأغا عرفك؟ خلاص شو بدي أعمل؟ مجبورة على هالشي. هذا هو عمر أغا، وعمر أغا هو رمز شغلنا من 30 سنة ولهلأ، وفيني أقول إنه أحسن النتائج اللي أخذناها كانت عن طريقه وبسببه هو، وكان رجل متدين، بس نحن حطينا عنده إمام مزيف وعذبنا كتير حتى خليناه يتعلم الظلم وقساوة القلب، وبعدين صرنا نقنعه ونقله انه هو بيشكل المرتبة التانية بكل شي بالدولة، ونجحنا بهالشغلة طبعا وقلبنا له عقله، حتى انه هو هلأ قدران يقتل دكتور تركي وبكل بساطة كمان. تعال نشوف. يلا حبيبي يزن، صار لازم تروح على البيت. سلم لي على أبوك. إيه؟ ماشي دكتور، وأنا بتشكرك على كل شيء. بس عمر آغا عزمك لعنده يا دكتور. عازمني؟ إيه، أنا بعتذر ما فيني، في عندي مرضى كتير. بس الآغا أمرني ما أجي من دونك. ومع أنه ما كان يحب يشوف الدم، قتلنا له ابنه وخليناه يشوف الدم، وهيك تعلم يقتل الناس. كان بحاجة لتاريخ جديد بحياته، قام نحن ألفنا له تاريخ أسطوري، وطبعاً كله مأخوذ من الإسلام، وخلينا يحضر حاله لأي حرب بين الأتراك والأكراد، وهو هلأ بانتظار الحرب. أمي ليك الدكتور طارق جاي. غريب شو جابه لهون. أهلا وسهلا، ادخلوا لجوا، أنا هلأ بلحقكم. يلا يلا. أمي ليكو جاي. امشي خلينا نروح. امشي. خالي سناء، عفوا بس أنا بدي أسألك عن شغلة. اليوم لقيت بغراض أمي رسالة صار لسنين، بس الظاهر لسه مانا مبعوتة، وأمي قايلة فيها أنه في سر بينك وبينها، بقى حابب أعرف شو هذا السر. فيكي تحكي لي؟ يعني شو بده يكون فيه؟ ما في لا سر ولا شيء. يلا خديجي امشي.